أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أن الترحيب بكافة الاستثمارات التي تسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل التسهيلات التي تقدمها بناء على الرؤى والاستراتيجيات الهادفة والتي تأتي معززة لموقع البحرين الاستثماري. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادة الوزير إلى مصنع فايف لخدمات الخليج بالمنطقة الصناعية في منطقة عسكر بحضور سعادة السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين. وخلال الزيارة استمع سعادة الوزير لشرح مفصل حول آليات العمل في المصنع الذي تأسس في مملكة البحرين عام 2003، وهو مصنع تابع لمجموعة الأجهزة الفرنسية فايب، والتي توفر معدات المعالجة وخطوط الإنتاج لمصانع رئيسية في جميع أنحاء العالم، والتي تقدم أيضا خدماتها للعملاء في الشرق الأوسط في صناعات مثل الألمنيوم والصلب والإسمنت والآلات الدقيقة من مقرها في مملكة البحرين، والتي تغطي ورشة العمل الخاصة وتشمل مكاتب وورشة عمل ومستودع.